اسمي مصطفى محمد رافض، كهربائي وفني تبريد التكييف. كلمني عن فكره مشروعك. فكره مشروعي والله ان الدنيا دلوقتي بطاله، مفيش شغل خالص في البلد، وبالنسبه لفني تبريد التكييف باجي في الشتاء والحال بتاعه بينام خالص، ان كان هو اشتغل ب 1000 او 2 او 3 في الصيف هو بيصرفهم حاليا في الشتاء، فمفيش شغل بالنسبه لفني التبريد التكييف. وبالنسبه للكورونا ريحت الدنيا خالص في موضوع الصيف يعني، فهو اللي خلاني ان انا اعمل حاجه. فكرة المشروع نفسه ان انا ادخل دخل البيت، يعني ان انا عاوز ادخل دخل البيت، وان انا اعمل فكرة ان بحيث ان انا اشتغل بيها، يعني بحيث ان انا اشتغل بيها وادخل رزق لقوتي وقوت عيالي. يعني تكلمنا عن يعني القهوة بتاعتك دي، انت بتعتمد على طريقة مختلفة شوية، تكلمنا عن تفاصيلها. هي القهوة على الرملة، القهوة على الرملة عموما يعني ان الرملة بتفتفت فتفيت في القهوة، القهوة ذات نفسها بتفتفت فيها، فبتدي مذاق حلو يعني للزبون ان هو يستمتع بيه، غير القهوة اللي بتتعمل على النار. اللي على النار ديات كلها بتخلي الوش بتاعك بيفور، اما دي الوش بتاعك لا بيبقى موجود معاك حتى لحد اخر كوباية، لحد اخر الكوباية معاك. وهي ما جديدة عندنا حاليا في البلد، ما حدش عاملها غيري انا في مركز نجادة. اما في محافظة قنا برضو انا ما شفتش كثير، ممكن يكون حد عملها او ما فيش حد عملها، ممكن ما شفتهاش حاليا يعني في جنة وفي لوكسور. الرمله اللي انت بتشتغل بيها دي فين؟ الرمله دي كنت اجيبها من القاهره، وحاليا في واحد صاحبي قال لي نفس الرمله دي بيشتغلوا بيها مقليه اللب، فمقليه كلمت واحد صاحبي راح قال لي انا اجيب لك منيها، يعني واحد صديق لي راح قال لي، وراح في الاخر جاب لي شكاره منيها. مكلف؟ لا هو الراجل حاليا بيدهن على كده من غير اي حاجه، بس ان هي بيقول لي غاليه، بس هو بيستخدمها في اللب، فاللي بيطلع مني بتدول لي انا، بيحس ان هو ما بيطلعش ريحه عشان الرمله دي بتطلع ريحه لما هو بيستخدمه، بتجي لي كذا مره ما بتطلعش ريحه بعد كده. تعمل قهوه بالرمله ده بيخلي في فلما الشباب بيجي تصور وتنزل على النت، الناس بيجي تيجي على حس ان هي تشرب قهوه على الرمله. بقعد لو ما فيش شغل معايا، جات ليش اي شغلانه كهرباء بطلع من الصبح، لا في شغلانه باجي من بعد العصر، بقعد من الصبح لحد الساعه 11 او 12 بالليل. لا انا مساعد ربنا وبعديه ابويا ان شاء الله يعني.